ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض مقلمة على شكل شنطة مدرسة من الفوم ومن الكرتون بطريقة غير مكلفة وسهلة، وهتفرح ولادنا. اهي زي ما انتوا شايفين كده، ده شكلها. وهنا كمان شكلها من جوه. وكمان سوستة من قدام علشان لو حابين يحطوا حاجة زي فلوس أو حاجة زي كده كمان. يلا بينا بقى نشوف عملناها ازاي. أول حاجة هنجيب قطعتين من الكرتون، أي نوع كرتون متوفر، وهنعمل 15 في 23 سنتي، ونجيب اي طبق او اي حاجة ونعمل التدويرة اللي فوق ديت. وهنجيب قطع الكرتون بتاعتنا والفوم، فوم بقى بالالوان اللي احنا عايزينها. وهنجيب الصمغ، لو الفوم اللي عندك بيلزق هتلزقي عادي على طول، لو مش بيلزق طبعا هتحطي اي صمغ او اي مادة بتلزق على الكرتون الاول علشان نحط الالوان بتاعتنا اللي هي بقى من اختيارنا، سواء بنات او ولاد. انا طبعا ولادي ولاد، فانا عشان كده عاملاها يعني تدي شكل ولادي وممكن بناتي كمان، لكن اللي حابب يعمل الوان تانية برضو مفيش مشكلة خالص. نبدأ ان احنا نلزق الفوم على الكرتون بتاعنا. هنا ده الوش اللي هو اللون الازرق ده هيبقى من الوش، وعملت الاورنج والاخضر من جوه. هنجيب بقى سوستة تكون طويلة علشان يعني تيجي معانا على قد المقلمة بتاعتنا. وبعد كده هنجيب اللون اللي هو الاصفر، الفوم الاصفر دوت، وهبدأ ان انا احطه على السوستة بتاعتي يعني من الحرف كده. طبعا السمك بتاع الفوم دوت العرض بتاعه 2.5 سنتي، وهنحط الشمع كده ونلزق الفوم. طبعا احنا هنسيب مساحة للسوستة علشان لما تيجي تفتح، فاحنا هنلزق على الحرف ونسيب مساحة في النص كده علشان السوستة بتاعتنا يعني تفتح بسهولة. هنا بعد ما حطيت من الجنبين هجيب الفوم، بقية الفوم بتاعي، وهقيس كده علشان اعمل السوستة الباقية. هعلم علامة مكان الفتحة بتاعت السوستة، وطبعا على العلامة مكان السمك بتاع السوستة نفسها، وهقيس اشوف برضو اخر السوستة فين واقصه بالشكل ده. بعد ما علمت العلامة واقصه بالشكل ده، واسيب زيادة برضو في الفوم علشان خاطر اما اجي الف على الشنطة يبقى يلف معايا. طبعا انا هعمل السوستة لحد لتحت كده في اول الحرف من الجنبين، والباقي ده طبعا لازم يلزق، فلازم نزود فوم علشان يلزق معانا لحد اخر الشنطة من تحت، من القاعدة من تحت.
وعملنا الناحية التانية بنفس الطريقة. بعد كده هنعمل طبعا من الظهر بنفس الكلام برضو، هيبقى من الظهر والوش معمول، يعني معمول طبقتين من الظهر والوش، وهي السوستة بتفتح معانا بكل سهولة وجامدة، متقلقوش ان هي تتفك ولا حاجة، جامدة جدا لان الفوم بيلزق في الشمع جامد. بعد كده بقى هنجيب الهيكل بتاعنا اللي احنا عاملينه، اللي هو كنا عاملينه اللي هو 23 في 15 سنتي، وحط على الحرف بتاعه الشمع، وابدأ اجي عند حرف السوستة اسيب جزء بس من السوستة لتحت حرفها، يعني بحيث ان هو يلف معايا في الحتة اللي تحت خالص دي، والباقي الزقه بقى زي ما انتوا شايفين كده، وامسك شوية كده بايدي لحد ما اتأكد ان الشمع لزق كله في الكرتون والفوم اللي انا بعمله، وبعد كده اكمل، يعني اعمله حتة حتة واستنى اما تنشف وبعدين اكمل الباقي. وبعد كده هنبدأ نكمل، طبعا انا بستنى حبة حبة لحد ما تنشف. طبعا كده ده بعد ما لزقتها كلها، هنيجي للجزء اللي هو التاني، الجزء اللي من الناحية التانية، نقيس كده نشوف هنلزق ازاي، هيبقى بالشكل دوت كده، وهنجيب برضو بنفس الحرف اللي عملنا منه، هنجيبه كده ونحطه هنا كده على الحرف خالص من بره، ونمسكها شوية لحد ما اتأكد ان هي برضو اتلزقت ومسكت معايا، وابدأ اكمل اللزق هنا بعد طبعا ما لزقته وسبته ينشف. لزقتها وهي بعد، يعني بوريكو بقى ان هي اهي، ودي السوستة اهي بتفتح معانا، الالوان طبعا اختياري وكل يعني على حسب ذوقك. طبعا انا سألت ولادي وكده وهما اللي اختاروا الالوان، برضو ممكن نسأل ولادنا اختار الالوان اللي عايزينها. هنجيب بقى قطعة من الفوم، نقيس الجزء اللي هو من جوه ده علشان بقى نقفل، يعني الجزء اللي جوه ده ما يبقاش باين، فاحنا هنعمل عليه فوم تاني، وكمان عشان يمسك معانا اكتر برضو هحط القطعة الفوم كده اللي انا حطيت عليها مسدس الشمع والزقها تحت في الحرف من تحت خالص، وبعد كده برضو ألزق الناحية التانية كده. بعد ما اتلزقت هنجيب بقى يعني حرف كده صغير من الفوم باللون الأصفر، علشان طبعا السمك اللي هو اللي باين بتاع الفوم بتاعي اللي انا كنت عاملاه للسوستة باين، فانا عايزة اغطيه، فدي حوالي 0.5 سنتي. السمك بتاعها، وابدأ ان انا الزق الحروف ديت عشان اغطيها، بعد ما عملتها هبدأ بقى ان انا ازين بقى، اعمل الاماكن بتاعة المقلمة بتاعتي من جوه عشان احط فيها بقى الادوات المدرسية. هنا دي برضو 2.5 سنتي السمك بتاعها باللون الاصفر، لزقت طبعا الحرف في الجزء اللي هناك اللي على الحرف خالص، وبعد كده بنجيب القلم نحطه علشان نشوف المساحة قد ايه،
ونبدأ نلزق تاني وهكذا نعمل نفس الطريقة. وهي هنا واحنا بنحط القلم ده كده مكان الأقلام، هاجي اعمل احبها يعني حابة اعمل جيب للمقلمة بتاعتي برضو من جوه عشان لو حابين يحطوا اي حاجة تانية برضو، فهعمل برضو دي يعني قست كده عشوائي. طبعا عاملة المقاس على قد عرض المقلمة بتاعتنا، وهلزق من الحرف ومن تحت. واشوف لو في زيادة هقصها، وبعد كده اقص الحرف التاني والزق. بعد كده هنجيب قطعة من التل، ده تل ناشف شوية، وجبت الفوم اللون الأورنج ولزقته من فوق علشان الحرف بس ما يبقاش ما ينسلش معايا، لأنه مش هيبقى ملزوق، وكمان عشان يبقى ماسك نفسه. وقصتها نفس مقاس المقلمة بتاعتي، وهلزقها من الجنب كده. لزقتها اهو بالشكل ده كده، دي كده جيوب. وهعمل برضو حتة حرف كده من تحت يمسكه. وهنا عملت برضو طبعا على حسب بقى الادوات اللي ولادك بيستخدموها، هنعمل على يعني مقاسها. هنا قطعة كرتون 12 في 7.5، وهنبدأ نعمل تدويرة كده من الجزء اللي فوق ده، بس تحت هنسيبه زي ما هو. طبعا احنا حسب الادوات المدرسية بتاعت ولادنا هنعمل لها يعني اماكن وكده علشان ولادنا يعرفوا يحطوا فيها ادواتهم المدرسية جوه المقلمة. هنا بعد ما قصينا بقى التدويرة ديت، وهنا انا عملتها بنفس الطريقة اللي عملت بيها الشنطة، لزقت برضو السوستة وعملت كل حاجة. هنا هنحدد المكان اللي هنلزق فيه الجيب اللي هو من قدام، الجيب الصغير اللي من قدام دوت، ونلزقه بالشمع. ونكمل ونلزق بقية الجيب بتاعنا او السوستة اللي قدام بتاعتنا. هنا بعد ما لزقناها، طبعا انا عاملة السوستة مش زي المقلمة، انا عاملاها تتفتح لحد النص بس علشان لو حابين يحطوا فيها حاجة طبعا ما تقعش. هنا بقى جبت قطع من الفوم وابتديت ازين، عملت سحاب وعملت منطاد، وهبدأ اكمل كمان هنا فوق كمان واحط شوية سحاب كده برضو يدي شكل لبقية الشنطة. طبعا التزيين ده اختياري وحسب ذوق كل حد، والزقه بالشمع طبعا. نيجي للمسات الأخيرة، عايزين طبعا هي شنطة مدرسية فهنعمل لها بقى من هنا طبعا السمك برضو 2.5 سنتي، وهنلزق كده دي ايد الايد بتاعت الشنطة لو هم حابين يمسكوها كده. وهنا برضو عملت سمك 2.5 سنتي برضو للايدين، دي ايد الشنطة بقى اللي هي الايدين بتاعت الشنطة من ورا، ولزقتها بالشمع بالشكل ده كده. اتنين ونص سنتي الاصفر، واللبني ده كانت 2 سنتي.
ده الشكل النهائي للمقلمة بتاعتنا، اعملوها لولادكم هتفرحهم جدا، واشوفكم في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله.